السلام عليكم أصدقاء. اليوم واحد من أهم أيام حياتي، كنت أنتظره إلي سنين، أو خلينا نقول من أول ما أجيت الأمريكا. سبحان الله، مرت السنين مثل غمضة عين. 5 سنوات مرت إذا مو 6 سنوات، واليوم إن شاء الله هو امتحان الجنسية الأمريكية. فبداية أنا قدمت أونلاين على الجنسية، اللي هو أكو موقع خاص وتقدر تقدم إلا بعد 5 سنوات ونص تقريبا من وجودك بأمريكا، هيك شيء. وقتها دفعت 750 دولار، ويقول لكم صارت هاي هسه 1200 دولار، وقديما كانت مجانا، قبل سنتين يمكن كانت مجانا. واللي عنده مساعدات او فود ستامب ايضا مجانا، بس انا ما اخذ. فورا ما قدمت، ورا 5 اشهر او 7 اشهر اجاني على الميل نوتيفيكيشن. انا بدي احكي هذا واحد من اهم ايام حياتي للعلم، وشغله كلش مهمه بحياتي، يعني راح تلعب دور جدا كبير بسفراتي، بنجاحي، بمستقبلي يا الله. ان شاء الله يا رب هذه بشاره خير بسيطه. فقبل شهر اجاني الموعد، واجاني على شكل همينه ورقه على البيت. ومن يوم ما سجلت بالجيم الى حد اليوم، انا كل ما اقعد بالجاكوزي اتدرب على الاسئله اللي هي 100 سؤال مال الجنسيه. هذه ال 100 سؤال اكو برنامج خاص تتدرب عليه، واكو كتاب همينه، وصار لي فترات اتدرب، وانجليزيتي الحمد لله زينه، لان راح يمتحنوك على هاي الاسئله من ال 100 سؤال، ويمتحنوك كتابه وقراءه. فامتحاني بعد 40 دقيقه، يلا نروح. فاي كل شيء يحتاجوه موجود وياي، وانتم ما تصدقون ولا تعرفون اهميه هذا اليوم بالنسبه لي يا اخوان عمر زكي، ابد ما تحسون يعني ما ادري شلون اشرح لكم. هذا اليوم يحلم به هوايه الاف الناس، هذا اليوم يتمناه الاف الناس، هذا اليوم انا كنت انتظره، هذا اليوم او ماي جاد، حكي هوايه كلش اللي بداخلي. اليوم هو الامتحان فقط، المقابلة راح تطول ساعة إلى ساعتين، وراح يقولوا لي إذا نجحت من أول 6 أسئلة أجاوب عليها صح من أصل 10 أسئلة من أصل 100 سؤال الموجودين بالكتاب لازم تدرسهم، وإذا نجحت كل شيء عدى على خير بإذن الله، راح يقولوا لي إنه السيرموني مالتك بفلان يوم، يعني ورد كم يوم. فهذا هو العنوان اللي أنا رايح له، صاير بمنطقة تبعد نص ساعة عن بيتي اسمها إيرفينغ، والله يوفقنا يا رب ويكتب لنا اللي بيه خير. ونقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، وقرينا أذكار الصباح، وهسه احنا جاهزين ان شاء الله. انتو تدرون اكو ناس مستعدين يدفعون الاف مؤلفة من الدولارات على مود يحصلون الجواز الامريكي، فما بالكم اكو ناس مؤلفة من الالاف يتمنون يعيشون بامريكا او حتى زيارة امريكا، فما بالكم باذن الله الواحد الاحد لما انت تاخذ الجواز الامريكي. بالنسبة الي كأنما راح يعطوني بيت او هيك، يعني شيء كلش مهم. تخيلوا احنا بدولنا العربية اللي على اساس دولنا تظل بيها سنين تتعب وتبني لهم وتشتغل لهم وما يحترموك ولا يعطوك الجواز حتى. الامثلة كثيرة، ولكن شوفوا هاي دول الغرب، الدول الأجنبية تحترمنا وتساعدنا وتعطينا الجواز، صدق الإنسانية وصدق الأخلاق والحرية. وارجع أقول لكم أمريكا، أمريكا شلون صارت أمريكا؟ طيب هي الـ US Citizenship and Immigration Services، بعدهم مكاتب أو أماكن بهواية ولايات، وشوفوا الازدحام، يعني ما شاء الله كل ذولا أعتقد راح يأخذون اليوم الجواز، يعني إذا نجحوا طبعا. فبالنسبة لي اليوم هو واحد من أهم أيام حياتي أو أحلامي اللي راح تتحقق، أو حلم لا هو كلش عملاق ولا كلش حلم بسيط، بس حلم كلش مهم ويلعب دور بحياتي. فإن شاء الله أنجح ويصير عندي جوازين، ويجوز الثالث بالمستقبل، لأن الإنسان بحياته، أي إنسان على هذا الكوكب يقدر يحصل 3 جوازات. أوكي، اقتربنا من الدخول، وإذا شخص طبعا عنده مشكلة أو شيء يقدر يجيب محامي، يعني إذا أنت عندك مشاكل بالدولة تقدر تجيب محامي وهو يدافع لك وعادي تمشي أمورك. كل شوية تقترب اللحظة الحاسمة، فهواية عالم يقدمون طلع، يعني هواية كل يوم. سبحان الله، اللي أخذ لي الاختبار من مئات الأشخاص هو لا بنية حبابة كلش ولا واحد حباب كلش، إنما واحد تحسه من هذول اللي راح يعطيك أسئلة كلش صعبة، وصدق سألني أصعب أسئلة من 100 سؤال، والحمد لله كلهم جاوبتهم صح. وقبل قال لي أنت you passed the test، وقبل حتى بالإملاء هم أنا I passed، وكل I passed easy peasy، وخلصنا. هاي المرة الثانية أنسى المفتاح على السيارة، تخيلوا هيك ناسي، وذيك المرة رحنا ببيت أختي وكنا ندور على المفتاح يوم كامل، استخدمنا مفتاح ثاني، شغلنا السيارة بمفتاح ثاني، ورا ما وصلنا لبيت أختي كان أشوف المفتاح هنا. تخيلوا طول الطريق وكل الوقت هو كان هنا، ومثل ما أنتم شايفين دي باركولي ويقولوا لي إنه أنت نجحت بالامتحانات كلها. فهذا كان أصعب شيء بأخذ الجنسية إن شاء الله. بقى بعد أسبوع أو أسبوع وين راح يدزوا لي بالايميل او بالميل بوكس الموعد مال الاوث او اللي هو الحلفان، ورا ما تحلف راح يعطوك خلص الشهاده عذرا الجواز بس على شكل ورقه، وراها الجواز الحقيقي لازم تطلبه باليو بي اس ويجيك حقيقي ورا كم شهر اللخ. واكو شيء اسعدني انه انا شفت محجبه تشتغل هنا، وشفت يمكن 4 محجبات ويا عوائلهم او ويا اطفالهم او هيك شيء همين دخلوا ما شاء الله، لان هذا الشيء يسعد انه اهلنا وناس من عندنا وبينا راح ياخذون الجواز، راح يعيشون هنا، راح يبنون حياتهم هنا، راح يصيرون افضل بحياتهم، راح يتثقفون اكثر والى اخره، ويساعدون بلداننا المتضرره، ويجوزهم مع عرب كان اكو اكثر. الموضوع كله تاخذ ساعه كامله ويا الانتظار ويا كل شيء، او ساعه ونص. سالته كل يوم يعني دائما هيك هوايه ناس ياخذون الجواز؟ قال لي ايه كل يوم هيك، يعني دائما اكو هوايه ناس. وما قدرت اصور لكم جوا لان التصوير كلش ممنوع، حتى بالتليفون مانعينه. المهم مستمرين ونحو
الافضل وهاي نحو الافضل تطويره بسيطه بحياتنا. جبناها عيني احس اليوم عرس اليوم جبناها العروسه جبناها من اول خمسة اسئله جبناها والسلام عليك يا رسول الله محمد. اليوم انا عرس بالسياره هذا هو الرسم نشمي وهم رفع يزفونه هيا ويا الجنسيه الحمد لله الأفضل جاي بإذن الله الأفضل جاي حبيبتي همينة قريبا راح تأخذ الجواز إن شاء الله يا رب هي وأهلها كلهم وأني أمي وأبوي همينة راح يأخذوه إن شاء الله بعد كم يوم. هاي الرادة وهاي تمناها اللي يحبون خلي يحجون ويقولون هنيالة واللي يكرهون خلي يدرون واحدهم يجي قباله. راح اقول لكم شغله انه انا عمتي مولوده في امريكا بالستينات من القرن التسعين جدي الله يرحمه كان هنا يدرس اخذ شهادته من امريكا مهندس وقال له ابقى سنه لا ترجع للعراق مستر شانداله وناخذ الشهاده وهيجي عذرا الجواز فقال لهم انا شو اسوي بالجواز الامريكي بابا انا عراقي والجواز العراقي يسوى ابو الامريكي بذاك الوقت فهو لو باقي وكان عنده الجواز الامريكي كان ابويا صار امريكي وانا قبل هم امريكي من زمان يعني انه من الستينات وعمتي لان مولوده بامريكا كانت بالعراق فناس قالوا لها تقدرين تاخذين الجنسيه الامريكيه راح للسفارة الأمريكية بالعراق ورأسا انطوها الجنسية الأمريكية قالوا لها أنت أمريكية قبل ليش ما مطالبة بالجنسية وجدتي وصارت تعيش بأمريكا أحلى حياة الحمد لله وأختي وجهالها وزوجها كلهم أخذوا الجنسية فالحمد لله الأمور طيبة وهذه أمريكا شلون صارت أمريكا هذا هو. تعال يا حبيبي خدني وروح قلبي خدني وروح قلبي خدني خدني وروح خدني يا حلوة وأحلى سنين تسلينا حالك على طول ما تسيبش زعلك مرة يطول. يا الله يا ربي يا رب يرزقنا هاي من المرسيدسات الأعشق شكلها وأعشقها عشقها هاي شفتوها أموت عليها ليش الأفالون شبيها والله صراحة السيارات كلهم حلوين بس هاي المرسيدس هاي لازم في اليوم نشوفها ونجربها لأن أنا ما مجرب ولا راكب مرسيدس قبل للعلم بس أول شيء خلنا نركب الكورفت لأنه عمري ما راكب كورفت أو سايق كورفت بس راكبها مشغل المحرك فقط وهي كانت أول مرة بسيارتي أنا يعني عمري كله أنا ما صاعد بسيارة كورفت أو طاخة إلا سيارتي هاي أنا شخصيا إن شاء الله تخلص يا رب على خير يا حتى هاي الكياية همينة تخبط. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية سبسكرايب لايك كومنت فيفورت ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا.